اليوم 22، بدنا ما نقلش واحد، نحاول نوصل ابو فلة في 30 يوم بس. اليوم لازم اسافر، لازم اسوي اي شيء، فيعيال ما ادري ايش اسوي الصراحه، وانا قاعد اخايف اسافر واتجحف من ابو فلة وتضيع كل شيء على الفاضي. فقاعد استناهم يردوا، اول ما يرد علي يقول لي اوكي على طول انا طالع الامارات، بس للاسف قاعدين نستنى. فلا تنسوا اللايك والاشتراك وكودر تمشي 5 مستحسن، باقي شويه نقطه نسكرها. الحين بنروح مطعم ونسوي عندهم اكل، بس ما راح اقول لكم ايش اسم المطعم، خلوا لكم تشوفوا. ويلا شباب قولوا لي ايش تبغوا اسوي بالمقاطع الجايه، لانه حرفيا ما ادري ايش اسوي، سويت كل شيء ما ادري، باقي اسافر، عارف باقي اسافر. الله يهديك يا حسن اذا قاعد تتابع، بس قاعد استناه. المشكله كل ما تاخرت كل ما زاد سعر التذاكر، يعني التذاكر كانت تقريبا ب 30 دينار الحين صارت 40 لاني تاخرت، وكل ما اتاخر كل ما تغلى الاسعار، ومش بيدي والله، مو بيدي، ودي اسافر الان بس شك والله. ايش اسوي؟ ايش في ايش اسوي؟ بدنا نغطي الشعارات اول شيء. اوكي تمام تمام. بعدين يا سلام كذا، والله كشتك كبيره كذا يتوقع كذا ضابطه ماشي كذا كويس. يلا الحين ايش قاعد تسوي هنا؟ زنقرصاج. الحين اول شيء كيف خطوات الزنقرصاج؟ ايش لازم تسوي؟ نسوي شيء العجينه نفذها. ايوه العجينه نفذ، نحطها على الصاج. ايوه بعدين نحط المكونات. حلو السطر كامل من جبنه من زنقر. حلو نطلعها على الصاج نحط فيها نخس المايونيز وندفنها. يلا بسم الله. حطيناها هنا العجينه، هنا العجينه لازم تحطها تزبط، بعدين نروح الخطوه اللي بعدها نحط المكونات بعد هذا. تشيز زنجر، قاعد تقطع الزنجر وتحطه هنا. يا سلام، كم تقريبا دقيقة لازم تخليها هنا؟ هون؟ ايوه دقيقة ونص. دقيقة ونص، حلو حلو. الحين نبغى نعلمكم كيف تسوي حركات وكيف تخلي العجينة بأحسن شيء، يعني كيف. كم سنة خبرة؟ 7. ما شاء الله. روح يمين يسار يمين يسار. الا يا ساتر ما شاء الله. ايوه الحين نبغى نسوي برجر، بس اول شيء لازم نلبس قفازات. اوكي هذا والله ما شاء الله ما اكبره. اوكي احطها هنا، احطها كذا، بعدين امسك هذه واصير اشقلبها. الحين نقلبها بعد ما حطيناها هنا، والعم احترام. هذا اللحم، لحم دجاج، وهنا الاشياء اللي راح نحطها عليها، وهذه الاشياء يعني ما شاء الله في 700 شيء تقدر تختاره حرفيا. يعني خلينا الحين اول شيء ونوريكم كيف خطوه خطوه. هذه الاغراض الثانيه، وهذه اغراض الشاورما. لازم نقلبها. شوف 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 شوف، هوبا يا اخي احترام والله لعيب. شاورما شاورما برجر، هذه حبه ما شاء الله كبير. العب العب. انا خبز على الشواية كمان، كل شيء هنا احلى شيء انه مشوي ويكون انه طبيعي مو زيت او شيء زي كذا. الحين نحط صوصات، هذا الاول كذا صوص. يا سلام. بعدين تيجي هنا وتحط تسوي كذا، هذا قلب اللي حط لايك واشترك. والحين نحط مايونيز تط تط كذا بس. الله الصوص الرئيسي كذا 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 كذا. بعدين تيجي الثانية وتسوي كذا 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 كذا، تسوي كذا تضربهم ويطلعوا لك زي كذا. هذا كله صوصات لسه. خس ناخذ شويه كذا كمشه زي كذا وتحطها هنا، تسوي كذا. يا سلام وكذا. ونحط بندوره، ناخذ بندورتين هنا، شوف حط واحده هنا وواحده هنا. بعدين ناخذ مخلل، تاخذ لك كذا شويه، تحط لك واحده ثنتين ثلاثه. والحين الهالبينو، عين تحط كل شيء هالبينو، عشان انا احب هالبينو. تاخذ كذا وتسوي لك كذا وتسوي لك كذا. بعدين تاخذ البصل، تاخذ بصل تسوي كذا وتسوي كذا. لا لا تيجي تاخذ كذا واحد هنا وبس خلاص كذا، انا اشوفه كويس. والحين باقي هذه بس، باقي كان ستيك. وبعد ما سوينا هنا لازم نسخنها، صارت. وهذا الفاينل شيء، يا يعطيهم العافيه. بناخذنا كوكتيل من هذولي ويلا. هذه عيال البطاطا شباب، شوفوا كيف جايه مع الوجبه، يعني شغل مو طبيعي. الحين هذا العصير الفواكه صورنا لكم اياه قبل شويه، تيجي تسوي كذا بسم الله. دام والله حبيت. دقيقه دقيقه يا عيال، في كل حاجه حرفيا. شوف 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 الوجبه كيف. خلينا نجربها ونقول بسم الله. هذا انا اول مره بحياتي اسوي برجر، فاتوقع انه حيطلع حلو. بسم الله.
والله جيد. دايم والله بطل والله بطل. أول برجر أقيم نفسي 8/10 صراحة. خلينا نجرب بطاطس. مقرمشة جدا. والله العصير مع البرجر هذا والله يا عيال مو طبيعي. اللي يبغى يطلب منهم شيء زي كذا من الأشياء اللي وريتكم إياها بس يقول من طرف ريان بإذن الله راح يضبطوه يا عيال. والله ما عليكم كذا نكون خلاص من كل شيء. يجي عند الأكيل بس يروح عند الكاشير يقول له أبغى محمد الشتفان أنا جاي من طرف ريان. تابعين ريان وميت مرحبا بمطعم الأكيل شرفونا بأي وقت. الله يسعدك شكرا. ميت مرحبا. هنا نشوف الجلسات والله تلاقي كل شيء يعطيهم العافية في زي كذا وبتكون جنب هذه الإضاءات وكل شيء تمام. فتم هذا الأكيل جانب ماك هذاك الدوار الجديد حق دبربور بس كلكم تعالوا هنا وقولوا من طرف ريان إن شاء الله ما يقصروا معكم فلوس بس أعطوني وجبة. صراحة أنا كنت جوعان لأنه ما أكلت إلا من آخر مرة همتوا فسونا لهم إعلان مقابل وجبة يعني عادي عادي لأنه ما بخبي عليكم همتوا إنه ما أخذ شيء وعاد شكرا الله. طيب الحين بعد ما خلصنا أتوقع راح أروح أبيع موية. من زمان ما بعنا موية وطلعنا فلوس قاعد أحاول أوصل فلوس 300 دينار كانت النية من الإعلان بس شكرا لله. فخلونا نروح نبيع مويه او نسوي شيء ثاني. الله جل واصل تلقينايه بس ما انا طالع. اي اي اه اسمع يا عيال والله ما ادري على الفاضي. خش معي هناك. السلام عليكم. مرحبا. لو سمحت في هون المانجر او صاحب المحل؟ تفضل. انا يوتيوبر قاعد بسوي سلسله باليوتيوب تمام؟ فكرة السلسلة أبدأ من قرش واحد. هذا القرش لازم أصله أبو فلة بثلاثين يوم تمام؟ فالحين قاعد أجمع فلوس كلها من القرش عشان أقدر أسافر. فإذا حابين مثلا أسوي لكم إعلان المطعم أو شيء زي كذا. الحين يا عيال لقينا مطعم نجيهم بعد 45 دقيقة ونسوي لهم إعلان. نشوف والله قد أحاول. نصهم قاعد يقول كيف صار ليل وكيف صار ليل. شباب أنا ما أدري ما قدرت أصور فقطعت التصوير ورجعت الليل وأحاول إنه نكمل المسيرة. شباب اذا اي احد يعرف ابو فله ولا خليني نقدر نكلمه يرحم امكم عشان السلسله يمكن تخرب لانه ماني قادر اكلم ابو فله وما راح اقدر اوصل القرش. فيعني انه ما ودي اروح دبي واتجحفل هناك وما اقدر اكلمه فهمتوا ما اقدر اوصل القرش. تخيل اروح دبي اضيع كل شيء على الفاضي و يو نو كبيره ان شاء الله. عنزي عنزي والنعم يا مرحبا والله والنعم هلا والله ارحب ارحب. ايش تسوي الحين؟ بسوي سلسله باليوتيوب ابدا من قرش واحد اوف. هذا القرش لازم اوصله ابو فله ب 30 يوم تمام. ايوه زي راين تراهان. ايوه مسوي نفسه. ايوه هو مسوي مع مستري مسوي مع ابو فله. فالحين باقي اليوم انا اليوم تقريبا 22 23 فما باقي لي كم يوم عشان اقدر اسافر. ايوه ايوه مسوي بس باقي شويه ونوصل خلاص ما عليك. يو 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 يا حبيبي. ابو حوسه ابو حوسه الشاورما يقدم لكم عندهم جميع انواع الشاورما يعطيهم العافيه حرفيا عندهم كل شيء. يعني ايش تبغى انواع شاورما واحسن شاورما يمكن تلاقيها بدبربور وشاورما على الفحم يعني مو اي شاورما. فخلينا نوريكم كيف يسوي الشاورما. والحين هذه شاورما على الفحم زي ما تشوفوا يعني عيال شوف شوف كيف طريه يعني هو بس يلمسها تتقطع يا ساتر. يلا ابدا بسم الله. والحين هذا قاعد يحط الصوص عشان تسويها هذه الموتزاريلا الدجاج مكسيكي يا عيال. اللي حاب يطلبها يقول من طرف ريان او يوريهم المقطع ويوريهم الشغل هذا وهم بيضبطوه صدقوني. طيب يا عيال عندهم هذه الوجبه العربي وعندهم المكسيكي هذه وعندهم مليون وجبه تقريبا وغير كذا سناكات فحرفيا يعني عندهم كل شيء. هذه السناكات طبعا دجاج متبل وكل دجاج وكل ساندويتش يا عيال يجي بتتبيله خاص ويكون على الجريل وكل واحد يكون طازه يعني على طول سريع السريع. هنا يا تقطيع اسمه تقطيع السريع السريع. وهذا المكسيكي وهذا التركي وسلام السلام. هذا المنيو حقهم زي ما تشوفوا هو وين موجود؟ طبربور جنب لا فاميليا بتلاقوه هناك. ونجرب التركي فنقول بسم الله قبل ما ناكل دائما. لا التركي بطله التركي بطله دايم يا عيال الطعم مو طبيعي. ايش هذا؟ دايم يعني انا من زمان ما اكلت شاورما والحمد لله اتوقع اني راح ارجع ادمن شاورما من بعد هذه. بنجرب المكسيكي في حار وفي بدون فاحنا اخذنا الحار. مسا تسوي كذا يا حبيبي شوف شوف شوف
شوف كيف طلعت. شوف تقول بسم الله. لا بقرة بام. والله يا عيال متومة في كذا يروح عندهم بس يقول لي من طرف ريان وما راح يقصوا معاه. يا عيال الحين انا اللي يسأل قاعد يقول ايش قاعد تاكل انت؟ انا قاعد اكل وجبة دبل 8 قطع تكون، وفي الوجبة العادية تكون 4 قطع، فانت روح واطلب 20 قطعة وما راح يقصر معاك باذن الله. الحين يا عيال حنسوي كاسة بطاطا مع جبنة زي ما تشوفوا. شوف 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 الجبنة يا ساتر. بعدين ترجع تحط الجبنة. شوف 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 يا سلام. هون تم القضاء عليها بنجاح، كانت مرة بطلة، يعطيهم ألف عافية. زي ما قلت لكم لما تجي هنا قولوا من طرف ريان باذن الله ما راح يقصر معاكم. 10 دنانير هذا نحطها على الحسبة، يعطيهم ألف عافية. واتوقع انه كذا دن. نجرب عند اخر مطعم ونشوف حظنا. بسم الله تفضل. السلام عليكم. لو سمحت موجود هون مانجر او ايش زي هيك؟ مانجر والله حقيقي مش موجود. ما متى بيجوا؟ هو يعني من هون لثلاث ايام ما حيداوم. بالمزبط تتصل عليه؟ تفضل. بخصوص ايش؟ بدي اسال انه اذا بزبط مثلا اصور او شيء زي كذا. تصور هون بالمحل يعني؟ ايش تصور؟ اعلان. اعلان. ايوه افهم الفكره وافهم كل حاجه. دقيقه. وكذا يا عيال اتوقع انكم خلصنا. شكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم على اللايك، شكرا لكم على الاشتراك، شكرا لكم على كل شيء. اتوقع اني راح اوقف اعلانات لانه طفشتوا وانا طفشت من الاعلانات، بس هذا اسرع شيء اقدر اجيب منه فلوس، فهمتوا؟ فاستحملونا كل كم يوم نكون عند ابو فله. نشوفكم بكرة. السلام عليكم.